كما أقول يا هلهول، لن أتحمل الأمر أكثر. هل سأقبض عليهم؟ هل سيخدعونني دائماً؟ أما من عدل في هذا العالم؟ هذا ليس عدلاً، صدقني ليس عدلاً. ما كان بابا سنفور ليوافق على هذا مازح. عجباً عجباً، ما هذا؟ هدية صغيرة من أمي؟ يخ تفو تفو، مربى توت السنافر، هذا كريه. يخ يخ، سأنتقم منكم أيها السنافر، سأنتقم منكم. من العسل أفضل، من اللحم أفضل، مربى توت السنافر من كل شيء أجمل. يحضر كعكة بالعسل وتوت السنافر. يعد أكول أفضل كعكة بالعسل وتوت السنافر في العالم كله سنفورة. بالفعل هذا مؤكد، لا يمكن لأحد أن يكتشف أسرار وادي الغابة هذا. لكن كسلان، انظر إلى ما فعلته. لكنني لم أفعل شيئا. الشيء الذي ينقذك من فورة غضبي هو طعم هذا المربى اللذيذ. يخ يخ، يا لطعمه المقرف، كيف يتناول السنافر هذا الطعام؟ ربما أجل، ولم لا، وجدتها، هذا رائع. عرفت الآن كيف سأجعلهم يتألمون، سأدمر توت السنافر. أتمنى أن يسرع أكول بإحضار كعكة العسل بالتوت بابا سنفور. اصبر يا خوي، اصبر. طفل سنفور، هذه أول كعكة بالعسل والتوت تتناولها. تأخر أكول كثيراً بإحضار الكعكة بابا سنفور. اصبر يا مفكر، أنا متأكد من أن بإمكاننا الوثوق بأكول. أنا أكره الصبر. هذه المرة وجدت الحل، وجدته. هذا رائع، لنقضي على توت السنافر. تشو 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 تشو. يم يم، كم أنها لذيذة. هذه أفضل كعكة حضرتها. يجب أن أقول لك أقول إنك نقلت فن الطبخ إلى مستوى من نوع آخر. حقا فعلت. تشو 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 تشو. والآن يا سنافري، دعونا نشكر الأمة الطبيعة لأنها زودتنا بعشاء شهي كهذا، وسنفور أكول البارع لأنه حضر كعكة التوت. يم، ماذا سنفعل لو نفد منا توت السنافر بابا سنفور؟ لا أعرف يا أكول، أعتقد أن كارثة ستقع. إذن إنهم يحبون ثمر السنافر، حسناً فليحبوا هذه. نجح الأمر، أنا عبقري يا هلهول. النتائج تخطت أكبر أحلامي حتى. هلهول، انظر إليها تموت. ستموت ستموت، لن يتناول السنافر فطائر بالتوت. هذه آخر فطيرة، نحتاج إلى المزيد من توت السنافر. يمكنك الاعتماد علينا أكول. يمكنك ذلك طبعا. سنذهب لإحضار المزيد منها في الحال. الشجيرة الأخيرة هلهول، الأخيرة الأخيرة. لكن طبعا هذه آخر شجيرة، وإن أرادوا تناول المزيد منها عليهم المجيء إلي. ما من شجيرة توت خضراء. ماذا سأفعل من دون توت السنافر؟ حسناً، في رأيي لا داعي للهلع أبداً يا أكول. هذا الوضع هو حالة اضطراب مؤقتة فقط لبداية. لنخبر بابا سنفور، سيجد حلاً للمشكلة. بابا سنفور، قريباً قريباً جداً يا هلهول، سيأتون باكين وجائعين وهم يتوسلون للحصول على المزيد. وهل سأعطيهم أي منها؟ لا. لا 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 لا. بابا سنفور بابا سنفور بابا سنفور بابا سنفور، يابست كل شجيرات توت السنافر. يابست؟ لم يبقى حتى شجيرة واحدة خضراء بابا سنفور. ماذا سنفعل بابا سنفور؟ واضح أن لشرشبيل يدا في الأمر، لكن لا تدعونا نيأس يا سنافري.
أكول، أما من بذور توت السنافر في المخزن؟ أرأيتم؟ لا داعي للقلق أبداً، أخبرتكم بأن بابا سنفور سيجد حلاً. ما من بذرة واحدة متبقية بابا سنفور، ولا واحدة. لكن هذا مستحيل. أكول، هل استخدمت آخر البذور؟ نعم بابا سنفور، أنا آسف، تناولت البارحة طعاماً خفيفاً ووضعتها في البودينج و... يا للهول! نريد توت السنافر! نريد توت السنافر! يرفض الطفل سنفور أن يأكل! نريد توت السنافر! نريد توت السنافر! اهدأوا يا سنافري، اهدأوا! لقد عمل أكول جاهداً لتحضير هذا العشاء. آخر شجيرة من توت السنافر، الطعم المثالي للفخ المثالي. يخو، أكره الأفاعي. بابا سنفور، هذا هناك يا مفكر. كنت أتساءل بابا سنفور، هل أستطيع مساعدتك في اختراعك لبديل جديد عن توت السنافر؟ شكرا، لكن لا أعتقد ذلك يا مفكر. لا بديل لعبقريتي يا هلهول، لا أستطيع الانتظار حتى. مهلا أنت، ابتعد عن الشجيرة. ابتعد عن شجيرتي. إن كان هناك شيء أكرهه أكثر من السنافر هو الطيور التي تحب توتهم. حسنا يا شاطر، لنجرب آلة صنع توت السنافر. زد سرعتها قليلا يا شاطر. توقف. حسنا، دورك يا أكول. ملمسها ذاته رائع، ولونها ذاته تذوقها جيدا. ياو، مقرفة. آسف بابا سنفور، قد تبدو كتوت السنافر لكن طعمها مختلف عنها تماما. ماذا سنفعل الآن بابا سنفور؟ يبقى أمامنا شيء واحد فقط يا سنافري، على أحدنا العودة إلى الجزيرة حيث اكتشف توت السنافر لأول مرة. على الرغم من أن الجزيرة بعيدة خلف البحار، لكن أخشى أن يكون هذا أملنا الوحيد، وكلما أسرعنا حصلنا على توت السنافر بسرعة. أو أقلي بعضاً، أخلل وأشوي بعضاً، أحمص وأشوي وأبيع بعضاً. إيه؟ شجيرة توت السنافر، سأخبر بابا سنفور. أخبرتهم مرة وأخبرتهم أكثر من مرة، ولكن هل يستمعون إلي أو لا؟ بابا سنفور، عند شرشبيل شجيرة توت سنافر، فلنحضرها بابا سنفور. لا يا أكول، الأمر خطير، لابد من أنه فخ. لم يظهر أي سنفور، كيف يقاومون الأمر؟ لابد من أنهم يخططون لشيء، لكن ما هو؟ أوه، قدماي تؤلمانني. هذه المخلوقات الصغيرة ترى إلى ما تخطط. ماذا لدينا هنا؟ قطعوا أشجاراً صغيرة، وهناك آثار عجلات متجهة نحو النهر. طبعاً، إنهم يبنون سفينة. يبدو أنهم ذاهبون إلى تلك الجزيرة لإيجاد المزيد من التوت. هيا بنا هلهول. لم يبقى الكثير يا هلهول، نهر السنافر هنا. بركة من الوحل، لقد خدعوني يا هلهول، خدعوني خدعوني خدعوني. إذن يتجه السنافر الصغار في رحلة، صحيح؟ سأحرص على أن تكون آخر رحلة لهم. وأيضاً مقابل ستة سنافر تحصل على شجيرة توت السنافر مع أطيب التمنيات. شرشبيل يسعى مجدداً للحصول على الذهب. أريد تناول توت السنافر بشدة لدرجة البكاء. سنطلق عليها اسم سين سين سنفور اثنان. هذا غريب،
سنطلق عليك اسم سين سين سنفور اثنان. أنا آسف لعدم تمكني من الانضمام إليكم. لن أذكركم أنه من دون توت السنافر مصير السنافر في خطر كبير. مستقبلنا يعتمد على نجاحكم. لا تقلق يا بابا سنفور، فبقيادة المذهلة أنا واثق من أن أنا واثق من أن أنا هيا إلى الجزيرة، هيا إلى الجزيرة، هيا إلى الجزيرة. ها هم يا هلول، ها هي السفينة، لقد أبحروا. انزل عن رأسي أيها الغبي. ربما يحضر لنا توت السنافر أيها الطفل سنفور. واو مصنفر فعلا. النجدة، ليساعدني احدكم. انا اكره الامواج. ارفعوا الشراع الرئيسي يا رفاق. نحن نقترب منهم هلول، نحن نقترب. هذه المياه المالحة تفسد لون بشرتي. لا، انه شرشبيل. سننطلق بسرعة يا رفاق. لا تقلق أيها الصغير، سوف أحميك. بابا سنفور، بابا سنفور. واك 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 واك. حفرة فيها أفعى، كان علي توقع ذلك. منسجم، أطلق الإنذار. عندي أخبار سيئة يا سنافري، وقع أكول والطفل سنفور في أحد فخاخ شرشبيل. أوه لا! عجباً، لا أصدق عيني. قبضت عليكم أيها السنافر. رجاءً، لينقذنا أحدهم. توقف عن النحيب، ليس الوقت مناسباً للهستيريا. ولكن ماذا سنفعل؟ لنتجه نحو الضباب يا سنافر. أجل، نحو الضباب، هذا ما فكرت فيه تحديداً. لن يفلتوا مني. أولا الهول، وجهتهم الضباب. لن تصدق الأمر قبطان، لكن هناك قارب صغير مليء بالفئران يلاحقها رجل مجنون وهرة في مركب صغير. استعدوا للمساعدة، استعدوا للمساعدة. ها هم، استعدوا لهلاككم. ولكن ماذا سنفعل؟ فقدت السيطرة. قراصنة. لقد أنقذنا. يا لهذه المغامرة الرائعة. سوف أصاب بالغثيان. أقول طفل سنفور، هل أنتما بخير؟ أجل، لكن أسرع، هذه الأفعى تبدو جائعة. اهدأ ولا تتحرك. ولكن ما هي الخطة بابا سنفور؟ التحدث إلى الطيور، السناجب والذئاب أمر عادي، لكن أفعى لست واثقا من أنها ستفهمني. سأنزل أنا في الحفرة بابا سنفور. شكرا لك، أعرف أنك سنفور شجاع كسلان، لكن هذه مسؤوليتي أنا. بهدوء الآن، بهدوء. بيبوت بيبوت. هل فهمت يا صديقتي؟ أوقعنا شرشبيل جميعا في الفخ. رجاء رجاء أيها النبي، ليس عندنا طعام كاف أو مياه لنبقي أمثالك معنا. اقفز. لا لا، رجاء رجاء، أفلتوني وسأحضر لكم الذهب. ومن أين سيحضر شخص مثلك الذهب؟ من السنافر، أستطيع تحويلهم إلى ذهب. أي رجل يعتقد أن بإمكانه تحويل فئران إلى ذهب هو مجنون فعلا.
اقفز. لا لا رجاء اقفز. استيقظوا جميعا، استيقظوا، وجدت توت السنافر رائع خلف تلال الرمل تلك. هيا هيا هيا. أوه عجبا، إنها لذيذة. هناك شيء واحد أفضل أن يراه غيري وهو مظهري وأنا آكل توت السنافر. أوه لا يمكنني تناول المزيد من التوت، لكنها لذيذة جدا. رائع. انتبهوا، لربما وصل شرشبيل. بهدوء، ببطء، لا تتحرك يا أكول، لا تتحرك. يا هلهول، يا لحظنا السيء، نحن تائهان على الجزيرة. وكل هذا بسبب أولئك السنافر. ماذا؟ ما هذه الرائحة؟ توت السنافر؟ أسرعوا يا سنافري، لا ينتظر الوقت والموج أي سنفور. يا لحظي، أنا على جزيرة توت السنافر، أنا متشوق لأقبض على تلك الوحوش. من هي تلك المخلوقات التي تجرأت على دخول ممتلكاتي؟ هيا بنا يا أصدقائي، علينا أن نكتشف الأمر. ما معنى هذه السرقة؟ سيدتي، أنا القبطان حالم وهذا طاقمي. رجاءً، نحن نأخذ القليل فقط، فشرشبيل العجوز اللئيم قضى على كل شجيرات التوت، ونحن نحاول الحصول على بعض البذور. ومن يكون شرشبيل ذاك؟ هل ذكر أحدهم اسمي؟ شرشبيل. لم أقصد إخافتك يا صديقتي. أوافقك الرأي، وضعك في هذه الحفرة كان أمراً سيئاً. لنقطف ثمار التوت هذه ونقيم حفلة. لن نقيم أي حفلة يا أكول قبل أن يعود طاقم سنفور اثنان، كما أن شرشبيل قد يظهر في أي لحظة. سيدتي العزيزة، هؤلاء السنافر اللطفاء ملكي أنا. أنا أطعمهم وأؤويهم وأحبهم، ولكن هل يهتمون؟ لا، وما إن أذرت ظهري حتى اختفوا. شرشبيل، أنت تكذب، إنه شرير جداً وقذر ولن يساعدنا حتى. يكفي، واضح أن أحدكما يكذب، وأنا أكره الكذب وأشمئز منه كثيراً. لكن عندي طريقة لاكتشاف الحقيقة، صحيح يا صغيري؟ جزيرة توت السنافر. عرف شرشبيل بالأمر بابا سنفور؟ هل لحق بهم بابا سنفور؟ أجل، وليس أمامنا وقت نضيعه. مهلاً، هل أخرجني أحدكم من هنا؟ أسرعوا يا سنافري، أسرعوا. أين أكول؟ أكول؟ نعم بابا سنفور. أكول، تمالك نفسك. أعتذر، هذه الرغبة الملحة تملكتني. أعرف يا أكول، أعرف. لطيور النورس إدراك عال لطبيعة الأمور، بخاصة فيما يتعلق بالحقيقة. لذا أحذركم، إن كذبتم على النورس فسينقر لكم أنوفكم. والآن أنت أخبريني بقصتك. حسناً، شرشبيل قضى على كل شجيرات توت السنافر وبعدها قام. علي أن أطلب منك معروفاً يا صديقي. كم ضحيت من أجل هؤلاء المساكين، وكل الاهتمام الذي أعطيتهم إياه، هكذا يكافئونني ويبادلونني محبتي بالعرض مني. الآن فهمت. لا 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 لا، ابتعدي ابتعدي. أقترح أن نبني سفينة ثانية بابا سنفور. لننتظر قليلا يا شاطر، سنمهلهم بعد بضعة أيام. هل تعتقد أنهم سيعودون حقا بابا سنفور؟ بالطبع سيعودون يا كسلان. كما اشتاق إليهم بابا سنفور. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور.
عندما أقبض على هؤلاء السنافر الصغار سأقضي عليهم يا هلول. أهلا وسهلا بكم. أوه انظروا، إنه الطفل سنفور. لم أرى بحياتي شيئا كهذا يا بابا سنفور. انزلوا المرساد. حاضر أيها القبطان. أرى أنك قمت ببعض التعديلات يا قبطان حالم. لقد أمطرت كثيرا. مذهل تماما، كيف يكذب هؤلاء السنافر؟ أوه يا لها من رحلة، وأكثر ما أكرهه بعد السنافر هو طير النورس. أولا وإن كان من شيء أكرهه أكثر من النورس فهو الأفاعي.